السنه دي الكونكورنس كانت كبيره لدرجه انه في القاب طلعت اول مره ما تعودناش نشوفها على في مسابقة ملكة جمال العرب. اللقب الأولاني كان لقب اللي خذيته المتسابقة التونسية شروق العرفاوي، كان لقب ملكة جمال السياحة، واللقب الثاني اللي كان يتمثل في ملكة جمال السلام. هذو مزوز ألقاب أول مرة يتقالوا في ملكة جمال العرب، وهذه حاجة جديدة وأنا فرحانة بها برشا، لأن المنافسة كانت جامدة وقوية جدا، وكل بنت فيها ميزة، وكلهم مثقفات، كلهم جميلات، كلهم مواكبين الموضة ومواكبين التطور، وكلهم متحصلين على شهائد عالية، إضافة لكلهم مطالعين دول كتير وعندهم ثقافات مختلفة. فالمسابقة كانت حلوة والحفلة كانت حلوة، وإن شاء الله كل سنة أحسن من اللي قبلها. بصراحة أنا مثلاً النهاردة قلت شروق هي اللي حتكسب، يعني بنت حلوة جميلة ودمها خفيف ومثقفة بتتكلم كويس. المنافسة كانت شديدة بين كل البنات، بس حسيت إنها ألمع واحدة، بس كلهم كويسين. المفاجأة بقى لما لجنة التحكيم في الثقافة وفي الأسئلة وفي التعمق هم اللي بيحددوا طبعا، بس هم كلهم فائزات وكلهم متوجات. والله الميك اب هو بس يعني كل واحدة وستايل الوشها وستايلها هي الخاص. في اللي بيحب الأوفر، في اللي ما بيحبش، في اللي تحب الألوان الهادية، في اللي تحب الألوان الزاهية. دايما احنا بنحاول ننحت الوش عشان نقدم افضل حاجة فيه، نبرز المفاتن بتاعته، نبرز العين الحلوة، نبرز الشفايف، الخدود، نعمل الفيلاين، رقبة نيفرتيتي عشان نبين ملامح الوش والتكساس اللي هي حاجات دي دلوقتي بقت تتعامل في التجميل، فاحنا بنقدر نعملها مؤقتا بالمكياج. اروح واجي كل شوية كل فترة. طبعا مصر بلد كل العرب، كل الناس، كل ما فيش حد ما بيقولش على مصر بلدي. والله ستايل القصة والصبغة دي باي مي، خلاص نيو لوك، كل الاكسسوار كله ذوقي كده، كله انا على بعضه. انا بشكر القناة وانا من متابعينها، وعلى طول في النوتيفيكاسيون في التليفون صدى البلد بتنزل اي حاجه بتطلع لي، ببص كده انتوا شغالين كويس، ويا رب من نجاح لنجاح، ويا رب ربنا يوفقكم وتتالقوا اكتر من كده. شكرا.